بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المتابعين، أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي دي ام ام سبورت. في هذه الحلقة إن شاء الله بنحاول اليوم نسلط الضوء على دوري الدرجة الأولى وأندية المنطقة الشرقية. يعني حقيقة هناك أندية تصارع الهبوط وأيضا أندية منافسة وبقوة على الصعود لدوري عبد اللطيف جميل. أيضا سنتطرق إلى دوري عبد اللطيف جميل والحديث عن الأندية الأربعة، أندية المنطقة الشرقية المتواجدة في دوري عبد اللطيف جميل، لتسليط الضوء فيما تبقى من جولات في الدوريين، دوري عبد اللطيف جميل وأيضا دوري الدرجة الأولى. والآن إلى عناوين هذه الحلقة. القادسية وهجر ما بين البقاء والهبوط. العمري هجر يحتاج لمعجزة وحزين على القادسية. المقبل الاتفاق في جميل والنهضة يعاني الأمرين. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. دوري عبد اللطيف الجميل، عبد اللطيف جميل، هذا الدوري القوي جدا. نحن في هذه الحلقة بالتحديد سنتحدث عن أندية المنطقة الشرقية، الفتح، الخليج، القادسية وهجر. لتسليط الضوء أكثر حول هذه الأندية الثلاث، ما لها وما عليها فيما تبقى في من جولات في دوري عبد اللطيف جميل، يسعدنا أن نستضيف الإعلامي المعروف عبد الله العمري. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء النور أستاذ علي، أهلا بك وكل متابعين برنامجك المميز. أهلا وسهلا أبو سعد. دوري عبد اللطيف جميل دوري صاخب لا شك في ذلك، يجب أن يكون لدى الفريق الموجود فيه يعني ثقافة الفوز للبقاء. لدينا أربع فرق من عبد اللطيف جميل، من المنطقة الشرقية في عبد اللطيف جميل، هي الفتح، وطبعا احنا ناخذها بالتسلسل الترتيبي الآن موجود في الجدول الترتيب، الفتح والخليج والقادسية وهجر. أنا أولا أبغى أسألك سؤالي الأول، هذه الأربع الفرق كيف وجدت أداءها خلال هذا الموسم حتى يعني ما قبل أربع أو خمس جولات من نهاية الدوري؟ نعم، بشكل جدول الترتيب أستاذ علي يظهر التباين الكبير ما بين الفتح والخليج وبين الهجر والقادسية. يعني لو عرضنا عليها سريعا، الفتح يعيش فتوى يمكن من الجولات بعد الجولة الرابعة تقريبا أظن في الدوري، صحوة قوية قفزت بالفتح في سلم الترتيب يعني إلى مركز متقدم أفضل من البداية اللي حقيقة كانت بداية متواضعة. كنا نعتقد أن الفتح سيقدم نفسه في صورة أفضل بداية الموسم، لسيما في إدارة الأستاذ أحمد الراشد. نعم. لكن يمكن لم يوفق في بداية الموسم، بعد ذلك عاد الفتح يعني يكشر عن أنيابه ويبدأ في إعادة جزء بسيط من هوية الفتح بطل الدوري. اليوم الفتح يقدم نفسه في أبهى حلة، أعتقد أن الفتح يعني يعمل بشكل صحيح ويعود إلى مسار البطل. بالنسبة للخليج، الخليج متوازن، لديه أهداف واضحة، يعرف ما يعني ما يريد، يبحث عن منطقة الدفع بشكل واضح منذ أن صعد إلى لكسب الخبرة، لكسب الخبرة أيضا، لكسب ثقافة البقاء. يعني الخليج لو لاحظت اليوم الخليج أعتقد المركز السادس. نعم صحيح. يعني بس بس لديه أهداف واضحة، ويمكن هذا الشيء اللي ساعد في أنه يحصل على ما يريد. الخليج يسير المباريات كيفما يريد. يمكن أكبر دليل على ما أقول الرائد يعني كسب الفيصلي بكم؟ خمسة. الرائد نفسه، هذا الفريق اللي كسب الفيصلي يقدم مستويات صاعدة قروبا من شبح الهبوط، لاعب أمام الخليج، الخليج دخل بأهداف واضحة ماذا يريد من المباراة، وكلنا رأينا النتيجة. لذا الخليج والفتح أعتقد أنهم يعني يقدمون أنفسهم في أفضل صورة كأندية المنطقة الشرقية. هم نماذج جيدة، نماذج ممتازة، لكن أعتقد أن الموسم القادم يمكن سنرى فرق أكبر سواء في جانب الفتح أو الخليج. بالنسبة لهجر والقادسية، يعني أبدأ من هجر إن سمحت لي. هجر
منذ بداية الموسم وهو يعيش في دوامة تغيير مدربين، دوامة تغيير لاعبين محترفين، دخل في مشاكل كثير مع اللاعبين المحترفين، هذا أثر على أداء الفريق أيضا حتى على المستوى الإداري، على مستوى بعض الأقسام في النادي. كان في جلبة كبيرة حول هدر، لم يكن في يعني في حاجة لها هدر، وأثرت على الفريق حتى على مستوى اللاعبين المحليين. هناك خلل كبير، أعتقد أنه خلل إداري، أعتقد كونه خلل فني. من الخلل الإداري من يتحمله؟ رئيس النادي سامي الملحم؟ يعني ما أستطيع أستطيع أن يتحمل أحد باسم العمل منظومة بالنهاية. أوكي، يعني سامي الملحم هو قائد هذه السفينة، بالتأكيد هو يتحمل ما يحدث من حدث من خلل، لكن العمل في الأندية هو ليس عمل فردي. متى ما كان عمل فردي النادي سينهار تماما، ولكن بالنهاية أنت حينما يعني تفند ما يحدث أنت تفند بشكل جماعي، لكن سامي الملحم لا شك سامي يتحمل بالنهاية تبعات ما يحدث، وهنا الأمر ليس شخصي، يعني أتكلم بشكل يعني كقراءة لموقف هجر. فهجر منذ أيام نيبوشا، يعني أنا كنت أرى أنه هجر غادر نيبوشا الفريق وهو يعني في خلينا نقول الكيرف حق البرفورمنس حقه نازل. ف يعني هجر ما كان واضح مع نفسه من البداية كفريق، ما كان لديه أهداف واضحة، يمكن كان بعض التصريحات اللي تقدم الفريق على أنه لديه تطلعات وأهداف أكثر من الإمكانيات اللي يملكها هجر. يعز علينا كثير أن نرى هجر هو أول المغادرين، لا سيما أن من أندية المنطقة الشرقية. أنا كإعلامي في الشرقية أتمنى أن أرى عدد أكبر من الأندية يبقى. القادسية ليس يعني حالة بأفضل كثير من هجر. القادسية أيضا دخل في دوامة تغيير مدربين، ثلاث مدربين أعتقد خلال هذا الموسم، ختمهم بالرابع وطني، مدرب وطني. دائما التغييرات علي، مهما كان الفريق لديك عناصر وأسماء جيدة، كثرة التغييرات على المستويين الفني والإداري تلقي بظلالها بشكل على الفريق. إذا لم يكن هناك استقرار، لم يكن هناك خطة عمل واضحة، في أهداف واضحة، لم تحقق شيء، لأنه إذا ما في بلان تمشي عليه ما راح تنجح. طيب أبو القادسية حقيقة الأيام هذه أنا أرى أنه وضع صعب، هجر أصعب بكثير، يمكن القادسية أفضل حال إذا خدمت نتائج الفرق الأخرى. طيب أبو سعد، يعني بإيجاز خلينا نتحدث عن القادسية وهجر، خصوصا إذا ما تحدثنا أنك أنت ما شاء الله السبت وتحدثت عن الفتح وعن الخليج، وأعتقد يعني لا يوجد عليهم خطر، يعني لا في الهبوط، وأمورهم ماشية كويسة حسب الاستراتيجية اللي رسمتها إدارة الناديين منذ بداية الموسم. بس في الجهة المقابلة احنا نتحدث كتسليط ضوء حول هجر والقادسية، ما الذي يحتاجونه فيما تبقى من خمس جولات في دوري عبد اللطيف جميل لكي يبقوا؟ أنا كنت في قبل فترة أخذت لقاء مع الغالي جدا على قلبي الأستاذ عبد الله بدغيش، ووجهت له نفس السؤال أستاذ علي، يمكن هذا مكانه الآن في الإجابة. ماذا ستفعلون أستاذ عبد الله يعني لتبقوا في دوري عبد اللطيف جميل؟ يعني كانت هي الإجابة الوحيدة اللي ممكن أنا أجيب فيها، أو حتى القدسويين يجيبون فيها. القادسية لا بد أن يلعب المباريات القادمة على أنها نهائيات، ليس لديك حل. يعني حتى لو كسب في الجولات المتبقية لازال يحتاج القادسية أن ينتظر نتائج الفرق الأخرى لكي تخدمه، حتى يلعب ملحق مع ثالث دوري الدرجة الأولى. القادسية على المستوى العناصري رائع جدا، ممتاز جدا، يحتاج إلى تركيز، يحتاج أن يلعب كل مباراة على حدة، لا يفكر في المباراة اللي بعدها أبدا، يجب أن يلعب كل مباراة كنهائي وينتظر كيف سيخدم الآخرون. يعني ما في حل ثاني الآن لديهم. يعني سياسة جيدة جدا في تطبيق ما قلت، أيضا هناك التفاف أعتقد شرفي إلى حد ما جيد، هناك الأمير بدر الآن يقدم دعم كبير للفريق، آخرها المكافآت اللي يعلن عنها ب20,000 ريال لكل مباراة يفوز فيها. أعتقد مثل هالأمور هي قد تكون بداية الترياق لعلاج مشكلة القادسية. لما كنت أتمنى أن أرى القادسية في هذا الحال وهذا الوضع، ونتمنى إن شاء الله أنهم يحققون أهدافهم، وأن نرى القادسية موسم جديد في دوري عبد اللطيف جميل بإذن الله. الأستاذ عبد الله العمري الإعلامي المعروف، شكرا جزيلا لهذه المداخلات، أخذنا من وقتك أبو سعد وإحنا عارفين أنك مشغول. لا على رأس أبو عبد الله، وأنا أتشرف بالتواجد مع إعلامي كبير، شكرا لك. شكرا جزيلا. إذن أعزائي المتابعين أتوقف لهذا الفاصل ثم نواصل معكم. ما
مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. دوري الدرجة الأولى، هذا الدوري الصاخب، هذا الدوري القوي جدا الذي يفتقد حقيقة إلى التغطية الإعلامية، لما يعني حقيقة دوري فيه منافسة، يعني طوال السنوات الماضية تجد المنافسة على الصعود وأيضا على الهبوط على أشدها، لا تعرف ولا أحد يتنبأ بمن سيكون الصاعد ومن الهابط إلا في الجولات الأخيرة، وتحديدا في الجولتين الأخيرتين. هذا الموسم حقيقة خلينا يعني في بنتحدث عن أندية المنطقة الشرقية. أندية المنطقة الشرقية متواجدة 6 أندية في دوري الدرجة الأولى مثل ما الكل يعرف. الجميل في هذا الموسم أن هناك 3 فرق تنافس على بطاقات الصعود، وللأسف الشديد هناك فريقين ينافسون على الهبوط. للحديث أكثر حول دوري الدرجة الأولى يسعدنا أن نستضيف الإعلامي نذير المقبل. أستاذ نذير مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافية أستاذ أبو عبد الله، يا أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا عليكم مساء الخير المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ نذير. دوري الدرجة الأولى يعني دوري صاخب شوي، دوري فيه المنافسة على شدها، دوري دائما جميع مستويات الفرق دون يعني ممكن أي فريق آخر تجدها قوية جدا وقريبة من بعض. أولا خلنا نتحدث عن رؤيتك لهذا الدوري، إلى أين يتجه؟ بالفعل أستاذ عبد الله، الموسم الحالي موسم قوي بالنسبة لدوري الدرجة الأولى. منذ البداية يعني لم يكن أحد بإمكانه التكهن بمن سيكون المنافس. النادي المجزل كان بالفعل مفاجأة هذا الموسم، النادي الباطن بالفعل أيضا قدم مستويات مميزة. الاتفاق كان في بداياته يعني لم يكن بداياته موفقة، ولكن فكر إدارة أستاذ خالد الدبل بالفعل يعني مع الاستمرار يعني دخل في المنافسة، والأجواء الأخيرة الجولات الأخيرة شهدت تنافس كبير بالفعل. طيب أستاذ نذير، الآن لدينا الباطن والاتفاق والجيل، هذه الأندية من المنطقة الشرقية، وأيضا لدينا وتنافس على بطاقة الصعود إلى دوري عبد اللطيف جميل. في الجهة المقابلة أو في سلم الدوري نجد النهضة والجيل أو النهضة والنجوم ينافسون على الهبوط. أولا خلني أتحدث عن الاتفاق والباطن والجيل، من تتوقع سيصل إلى دوري عبد اللطيف جميل من هذه 3 فرق؟ توقع صعب أستاذ عبد الله، يعني الباطن قدم مستويات كبيرة هذا الموسم، الاتفاق أيضا يعني قادم بقوة وبشكل كبير مع وسط مزاحمة من المجزل، وأيضا مع تقارب النقاط الآن في الجولة الأخيرة، ونحن نلعب في الجولة 27، يتبقى لنا أيضا يعني 3 جولات فيها الكثير من التغيرات ممكن تحصل يعني، ولكن بخبرة بالمستوى المتصاعد للنادي الاتفاق في الجولات الأخيرة أتوقع أن يكون أحد المنافسين بقوة على الصعود للدور الممتاز. طيب بالنسبة للنهضة والنجوم، يعني حقيقة النهضة لديها 25 نقطة أو 27 نقطة معلش، والنجوم 30 نقطة، في مزاحمة أيضا من الرياض ومن الحزم، يعني مشكلة كبيرة ممكن نفقد فريق بحجم وقيمة النهضة. بالفعل يعني احنا شفنا الموسم الحالي لنادي النهضة يعني موسم للنسيان حقيقة، يعني الموسم الماضي كان ينافس على الصعود. وين للنسيان ابو احمد معلش، وين للنسيان؟ هو الان يعني بنسبة 85% هابط، لم يكن هناك ممكن تدارك كبير من اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمحاولة انتشال الفريق وما يخسر في الثلاث الجولات المتبقية. هو حتى الآن يعني الدرعية متأكد بقوة رسمية لدوري الدرجة الثانية، وطبقت المنافسة على البقاء في دوري الدرجة الأولى بين الرياض والنهضة والحزم وكذلك النجوم بشكل أقل يعني. نعم. ولكن المنافسة تظل بين الرياض والصاحب المركز قبل الأخير ب 25 نقطة، ومن أمام 27 نقطة للنهضة، والحزم ب 29 نقطة، والنجوم بعد ذلك 30 نقطة. لذلك يعني النهضة ممكن في حال يعني في حال ممكن يعني لو انتفضت الإدارة الحالية أو الإدارة المكلفة الآن، ونحن نعلم يعني أن فتحت باب الترشيح
لإدارة نادي النهضة، وفي الفترة الماضية كان نادي النهضة يعيش يعني ربما فراغ إداري بابتعاد الشيخ فيصل للشيء الممكن نسبيا عن النادي، وذلك أثر كبير على بشكل كبير على مستوى النادي في الدوري. نأمل أن يكون في انتفاضة من نادي النهضة ومن منسوبيه ومحبيه وداعميه، وثلاث جولات يعني مهمة جدا في تاريخ نادي النهضة. طيب توقعك الشخصي أبو أحمد، مين تتوقع الأقرب للصعود ومين تتوقع الهبوط؟ يعني كقراءة فنية. مثل ما ذكرتك يعني من ناحية رؤية فنية النهضة الاتفاق كان ماشي يعني بمستوى فني متصاعد. يعني أنت أنت تتوقع الاتفاق راح يصعد؟ إيه نعم إيه نعم. ممكن الاتفاق طيب. الاتفاق بشكل 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 بنسبة كبيرة. والباطن قادر على الصعود. والباطن في الباطن أيضا والمجزل وضمك. أبغى فريق ثاني. الباطن ستكون يعني البطاقة الثانية بين الباطن وبين المجزل، وممكن يكون في دخول في الثلاث الجولات القادمة يعني من أحد فرق الضمك أو الجيل أو الشعلة للتنافس على المركز الثالث. صحيح، لأن اللي بيهبط ثلاثة وبيطلع ثلاثة يعني في منافسة على المركز الثالث. إيه الثالث راح يكون يعني تكون هناك مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثاني عشر 12 في دوري عبد اللطيف الجميل. طيب وممكن يكون له فرصه ايضا بالصعود. طيب مين تتوقع الهبوط على اساس بس الوقت داهمنا؟ مين تتوقع ممكن يهبط من دوري الدرجه الاولى؟ اتوقع انه يكون باضافه الى الدرجه الهابط رسميا، اتوقع انه يكون في ثلاث فرق الرياض لازم الرياض مع فرصه ممكن وبين الحزم ونادي النهضه للاسف يعني. إذا نتمنى إن شاء الله يعني حقق، إحنا نتمنى أن نادي النهضة هي يقبع في دوري الدرجة الأولى ويتلافى رجالات النهضة ما حدث، لكن خلينا الآن نتحدث عن الدوري الموجود. نتمنى النهضة يحاول أن يقاتل وأن يحاول إدارة النهضة ورجالات النهضة العمل بشكل كبير جدا وبشكل جدي لحاول انتشال الفريق في آخر ثلاث جولات في دوري الدرجة الأولى، كما حقيقة دعواتنا الصادقة القلبية لأندية الباطن والاتفاق بالصعود إلى دوري عبد اللطيف جميل. حقيقة احنا يعني نتحدث عن الشرقية لأن احنا من الشرقية، ورغم التوفيق إن شاء الله اللي نتمنى لجميع فرق المملكة العربية السعودية. الأستاذ نذير مقبل شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ عبد الله ومرحبا وسهلا. نحن سعداء. إذن أعزائنا المتابعين أتوقف لهذا الفاصل ثم نواصل معكم. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. لدينا مثل نادي نجران، هذا النادي الذي تحدثنا عنه في هذا البرنامج، وحقيقة يمر بظروف يعني لا تخفى على الجميع. ويقوم هذا النادي بمعسكر إعدادي هنا في المنطقة الشرقية منذ 10 أيام، وسيستمر حتى يوم الجمعة القادم. أهالي منطقة نجران أو الجماهير النجرانية هذا النادي المتواجد هنا في المنطقة الشرقية أقامت حفل حقيقة مبسط للاعبين والجهازين الإداري والفني لمحاولة حقيقة كسر الروتين الموجود، خصوصا أن الكل يعرف أن نجران هذا الموسم لا يلعب في نجران وإنما كان يلعب في جدة، وبالتالي كان واجب أن تقام مثل هذه المبادرات لدمج اللاعبين ومحاولة الرفع من روحهم المعنوية. كاميرا برنامج دي ام ام سبورتس تواجدت بشكل حصري في هذا الاحتفالية واستطاعت أن تخرج بحقيقة الأمور من الأمور التي حقيقة تخدم النادي إن شاء الله بإذن الله تعالى. نحن سنسلط الضوء على بعض اللقاءات في هذا الحفل، ومن ثم سيتم استكمال الحفل بشكل كامل وكل ما يجري فيه، وحتى على مستوى اللقاءات على مستوى التصاريح على مستوى حقيقة ما حدث داخل هذا الحفل يوم الأربعاء القادم. نترككم لهذه المقتطفات ثم نعود إليكم. نرحب بكم أجمل ترحيب في ملتقى وادي هدادة. أهالي هدادة
يرحبون بكم أجمل ترحيب. ولا يفوتنا أن نشكر قناة الدمام ممثلة في الإعلام الأستاذ علي هبة المكرمي. والله الوقفة هذه تعتبر كتشجيع وتلاحم وترابط بين المنطقة وبين النادي وبين الكل والجميع للمملكة كلها، مش منطقة مخصصة، كل شخص أو كل نادي أو كل يلزم له التشجيع ويلزم له المساعدة ويلزم له التكريم كل في عمله. أولا نحييكم ونشكركم على الحضور والتغطية. نادي نجران جزء لا يتجزأ من مملكتنا الحبيبة، وهذه تحت ظل حكومتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي العهده، لذا هم أهل الرياضة ومشجعينها، وإحنا يجب علينا كمواطنين التشجيع والدعم خاصة للنادي في هذه الأيام الصعبة، حيث أنه واجه صعوبات في التنقل وفي أنت تعرف اللي صاير في عاصمة الحزم، والحمد لله حنا يجب أن نشد بأزرهم ونشجعهم، وهذا أقل ما نعمل. الرسالة الكافة لرجال الأعمال وللجمهور، رجال الأعمال عليهم أن يبادرون، وهم مبادرون أصلا، بالدعم المادي والمعنوي. بالنسبة للجمهور عليهم الدعم للنادي بالتشجيع وكل ما يتطلب منهم. عارفين بالنسبة لي يعني اللبس هذا يمثل تمثيل حلو، تمثيل جميل جدا بصراحة، وبيعتبر يعني شيء إيجابي لما تشوف ناس تستقبلك هذا بالحفاوة هذه ويعني بالترحاب هذا، حتى يخلوني يعني خجلان يعني بصراحة، وأنا بحب هالأشياء هذه، يعني بحس برتاح بهالشيء. بالنسبة كي اشتعلنا هذا، والله تعلمنا حاجة كبيرة، شيء كثير، هذه دافع معنوي، دافع نفسي لجميع اللاعبين. انت عارف المرحلة اللي جاية مرحلة حاسمة، مرحلة مهمة جدا، وانا صراحة يعني كلمة الشكر قليلة حق هذا ولا الجماهير والمحبين تاعت نجران. نادي نجران يلعب الان في مدينة ثانية، ونفتقد الجماهير اللي تساندنا في المباريات، لكن مثل المناسبات هذه أكيد يعني توضح يعني تحط يعني اللاعبين يعني يدركون أهمية يعني المسؤولية اللي ملقاة على عاتقهم يعني، ويحسون بالمسؤولية، وأكيد أنهم بيركزون وبتكون يعني بيكون لها طابع إيجابي يعني في المباريات. إذن كان هذه بعض المقتطفات من الحفل الذي قاموا أهل نجران لنادي نجران في المنطقة الشرقية. نذكركم بأن الإعادة ستكون يوم الأربعاء القادم الساعة 10 إن شاء الله في البرنامج، وإن شاء الله بتكون بشكل أوسع. إلى أن نلقاكم يوم الأربعاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.